إنهم وحوش المغرب يا سادة. Fucking lethal, these Moroccans. Yeah, the Dutch you've seen them, haven't you? Yeah, Nabil fucking scared. Haruli. Scary, some of them. Yeah, Nabil Haruli, Tyson, you've seen him, you like. It's a wild group of people. Those yeah. Dutch Moroccans. Yeah, they're wild. Dangerous, man. Dangerous, you know. They're so wild. Yeah. When they're fighting other Dutch or Moroccans, they're standing in front of each other. Right. You go, I go, you go, I go. And they're just having a complete war. قبل البدء أيها الأعزاء، يجدر الإشارة على أننا بالتأكيد لن نذكر كل المقاتلين المغاربة، فهناك الكثير من المقاتلين الأقوياء، لكن حتى لا نطيل عليكم جئنا لكم بعشرة من أبرز المقاتلين. هل أنت مستعد؟ هيا بنا. عاشرا، محمد مزواري حميشة، مقاتل يتميز بأسلوبه الهجومي وردات الفعل غير المتوقعة. بدأ بممارسة الكيك بوكسين في عمر 7 سنوات ودخل عالم الاحتراف في عمر 17 عاما. انطلق انطلاقة صاروخية كان يسحق خصومه. إنه يعد مقاتلا متكاملا لأنه يمتلك لكمات خطافية قوية وركلات عنيفة تجعله مقاتلا شرسا جدا. تاسعا، الأخوين زعيتر، أبو بكر وعثمان. يعد الأخ الأكبر أبو بكر مقاتلا مدمرا، فتستطيع الوثوق فيه بشكل كبير. يمتلك لكمات قوية وركلات خاطفة. صنف على أنه أحسن المقاتلين في ألمانيا على مدار 3 سنوات متتالية. حصل على بطولة ألمانيا في فنون القتال المختلط، وبسبب قوته الشديدة انضم لأكبر منظمة في فنون القتال UFC، وحقق نتائج مذهلة فيها. أما أخوه الصغير عثمان زعيتر يعتبر وحشا مغربيا أيضا، فهو ماهر جدا في القتال واقفا، فهو أيضا بطل ألمانيا في الملاكمة، ويعد مقاتلا شرسا ويلقب بالبلدوزر. هذا المدمر استطاع دخول 13 نزالا وسحق الجميع، فسجله 13 انتصارا دون هزيمة. يعد أحد أقوى مقاتلي المغرب في الفنون القتالية المختلطة. ثامنا، أسطورة المواي تاي يوسف بوغانم، أحد عمالقة المغرب في المواي تاي. استطاع يوسف دخول قائمة أساطير رياضة المواي تاي بعد فوزه لأكثر من 200 نزال. يطلق عليه قاهر تايلاند في هذه اللعبة، فيوسف مسيطر على جميع البطولات ويستطيع مجابهة أي خصم كيفما كان نوعه. سابعا، إسماعيل لزعر. بالرغم من بطنه المتدلية التي قد توحي بأن هيئته غير رياضية، لكنك لا تعرفه يا صديقي. إسماعيل مقاتل شرس وعنيف للغاية، يمتلك قوة تحمل خارقة، فالبعض يلقبونه بالمعجزة. هذا البطل لديه أسلوبه المميز في القتال، فيمتلك لكمات قوية بالإضافة إلى سرعته أثناء القتال، فقد استطاع هزيمة مقاتلين أقوياء، ويدخل نزالاته بكل شراسة ولا يخشى أي مقاتل. فواجه المدمر ريكو فيرنهوفن، وبرغم خسارة إسماعيل بسبب فارق الحجم الكبير بين ريكو وإسماعيل، لكن أداءه كان رائعا في المباراة، فأثبت للجميع أن لديه قدرة تحمل خارقة، بالإضافة إلى أنه لا يخاف من فارق الحجم. كان يسدد لكمات لريكو ويحاول الانتصار. يعد إسماعيل شخصا محبوبا، وقد رفض اللعب باسم هولندا مفضلا اللعب لحساب بلده الأصلي المغرب. يمتلك سجلا مذهلا وحقق إنجازات كبيرة في مسيرته. سادسا، إلياس النهاشي. يعد إلياس أحد أبرز مقاتلي الكيك بوكسين في العالم. يملك لكمات فتاكة عادة ما تطيح بخصومه بالضربة القاضية. أصبح بطل العالم للكيك بوكسين في وزن الذبابة بسجل 36 فوزا مع 3 خسائر فقط. ويعد إلياس بطل العالم 7 مرات. بدأ مسيرته الرياضية في سن صغير، لكن كانت لديه أسرة فقيرة، وكان يحلم بأن يكون مقاتلا قويا ويحسن من حالته المادية. يمتلك لياقة بدنية عالية، فهو من أسرع المقاتلين، بالإضافة إلى تكنيكه العالي في استخدام جسده. يستخدم تقنية الدوج ستايل أو الأسلوب الهولندي في القتال، فهو أسلوب قوي ومدمر، وحصد ألقابا عديدة من أقوى منظمات القتال عالميا. خامسا، إلياس بولعيد.
أحد أبرز المواهب المغربية في الكيك بوكسين، لديه مستوى خرافي ولكمات خطيرة تفاجئ خصومه وتسقطهم بالضربات القاضية. لديه لكمات قوية وركلات خاطفة تنهي أي نزال. حصل على أول حزام له في عالم كيك بوكسين في منظمة إنفيوجن عام 2014، كان يدافع عن لقبه بكل قوة. ما يميز إلياس أنه يعتمد على الاستراتيجية، فيدخل النزال بوضع خطة محددة يركز فيها على نقاط ضعف خصمه حتى ينتهي النزال لصالحه. رابعاً، المخضرم محمد جرايا. حقق إنجازات مذهلة في عمر مبكر، فبالرغم من شكله اللطيف وأسلوبه الهادئ خارج الحلبة، إلا أنه يتحول ويصبح شخصاً آخر عند القتال. عندما يدخل إلى الحلبة يتحول إلى وحش يرعب خصومه. هذا الشبل المغربي استطاع تحقيق 60 فوزاً مع 7 هزائم، يتميز بضرباته القوية جداً. إنه يستطيع كشف ثغرات خصومه ويعمل عليها حتى يفوز بالنزال، فلا يعتمد على العشوائية أو الحظ. لديه استراتيجية واضحة تجعله يدخل كل نزال بطريقة مختلفة حتى يفوز. ثالثاً، تايسون المغرب نبيل حريولي. لديه أسلوب هجومي مدمر على منافسيه، فهو كالأسد الجائع الذي يلتهم كل من يقابله. يعد أحد أكثر المقاتلين المخيفين، دائما ما يظهر شراسته في القتال. لديه أسلوب عدائي صامت، فلا يتكلم كثيرا قبل المباراة، يقول فقط سأحطم خصمي، ويقول من الضحية التالية التي سأحطمها، لا يتكلم أكثر من ذلك. يدخل الحلبة ويصبح حقا كابوسا لمنافسيه، فأي مقاتل ينافسه يصبح ضحية. فهو مقاتل مرعب، ويصفه العديد بأسطورة المغرب القادمة. ثانيا، الشاحنة المغربية جمال بن صديق. أحد عمالقة المغرب بطول 205 سنتيمترات، شخص مهذب خارج الحلبة، ولكن تجده داخل الحلبة مشاغب وغاضب جدا. يعد أحد أكثر المقاتلين المخيفين، لديه أسلوب هجومي شامل، بفضل لكماته القوية يرسل مقاتله إلى النوم ويسقطه بالضربة القاضية. لديه قدرة هائلة بالإطاحة بمنافسيه، بالإضافة إلى قدرته العالية على تحمل الضربات العنيفة تجعل منه مقاتلا متكاملا. أولاً، الأسطورة بدر هاري. إنه من أكثر المقاتلين المخيفين عالمياً، وما يجعله مخيفاً طريقة قتاله الوحشية التي عادة ما تسقط أي خصم مهما بلغت قوته أو حجمه بالضربة القاضية. بدر من أساطير هذه اللعبة، يدخل أي نزال ويسقط خصمه بالضربة القاضية ومن أول جولة. قليلاً ما تجده يفوز بعدد النقاط، ويعد رياضياً من الطراز الرفيع. يمتلك بنية جسدية قوية جداً، ولديه سجل مشرف ب106 فوز، منهم 92 فوزاً بالضربة القاضية. فلتشارك برأيك في مناقشة الحلقة. لا تنسى الإعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد.